يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك تفاضل بين بعض الأوقات والأزمنة والأمكنة، فهل هذا يندرج على الليل والنهار فيقال إن الليل أفضل من النهار لأنه يشتمل على النزول الإلهي آخر الليل؟ تفاضل في أعمال بني آدم، أما الزمان واحد، الليل والنهار واحد، إنما التفاضل إنما هو في أعمال بني آدم. نعم.